السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم عن منحة دراسية ممتازة جدا، بس طبعا قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح لكم إن قناتنا بتعرض فرص ومنح كتير جدا، وده الموقع الخاص بالقناة بتاعتنا، موقع منح من كل الألوان. هتلاقوا عليه فرص ومنح دراسية كتيرة جدا، تمام؟ تقدروا تتصفحوها وتشوفوا المنح المتناسبة معاكم، وهتلاقوها معنونة بالمرحلة الدراسية، تمام؟ كمان ما تنسوش انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس الصغير ده عشان توصلكم كل المنح فور نزول. طيب خلينا دلوقتي نشوف فرصة النهاردة. بالنسبة لفرصة النهاردة هو عبارة عن تدريب في المفوضية الأوروبية. خلينا نشوف التفاصيل الخاصة بالفرصة دي ونتعرف على تفاصيل كاملة والدولة الموجود فيها هذا التدريب، تمام؟ طيب أول حاجة بالنسبة للدولة اللي هيكون فيها التدريب ده هي دولة بلجيكا، تمام؟ هيكون في لوكسمبورغ أو بروكسل، دول هيكون أحد مدن التدريب. بالنسبة للجهة المانحة، المنحة دي مقدمة من المفوضية الأوروبية أو إدارة الاتحاد الأوروبي. إدارة الاتحاد الأوروبي هي اللي هتكون عاملة المنحة دي. وحابب أنوه على حاجة، إن التدريب ده يعني بيكون في دول أوروبا بشكل عام، ولكن عادة يعني معظم الطلاب اللي بيتم استقبالهم للتدريب بيكونوا في دولة بلجيكا، تمام؟ طيب بالنسبة للدول المتاحة للتقديم، جميع الدول المتاحة للتقديم سواء أنت من دولة عربية أفريقية آسيوية متاح ليك التقديم في الفرصة دي بكل سهولة. طيب كمان المرحلة الدراسية الموجهة اللي هي المنحة دي، المنحة دي متاحة للجميع من طلاب وخريجين، تمام؟ سواء انت طالب بتدرس حاليا او متخرج او بتشتغل، يعني متاحة للجميع، تمام كده؟ طيب بالنسبة لمدة التدريب، مدة التدريب في المنحة دي او في الفرصة دي 5 شهور، تمام؟ انت بتاخد تدريب لمدة 5 شهور، والتدريب ده بيكون مرتين في السنة. في تدريب بيبدأ من شهر مارس حتى شهر يونيو، تمام؟ وفي تدريب بيبدأ من شهر اكتوبر حتى شهر فبراير، وانت ليك تختار موعد بدء التدريب ده. من كل سنة، كل سنة بيكون في ميعادين للتدريب، ومدة التدريب بتكون 5 شهور. طيب حضرتك في التدريب ده المفروض انت بتعمل ايه او دورك ايه او هتتدرب على ايه بالظبط؟ اول حاجة هيكون المساعدة في تنظيم الاجتماعات، هيكونوا معاك في التدريب ده عن انك تساعدهم في تنظيم الاجتماعات الخاصة بيهم. كمان المساعدة في بعض امور الادارة، تمام؟ اعداد تقارير العمل، تكتب ريبورتات، تمام؟ عن يعني الانشطة اليومية اللي بتقوم بيها المؤسسة. كمان الإجابة على أسئلة المواطنين في حالة التعامل مع الجمهور وغيرها من الأعمال المتنوعة، يعني أنت يعني هتشارك في الحصول على آراء الأشخاص حول المؤسسة وما إلى ذلك، وتتفاعل مع الناس المهتمة بالمؤسسة. كمان جميع تخصصات عمل الاتحاد متاحة، تمام؟ يعني أنت لو من أي تخصص، واحد دارس حقوق، دارس آداب، دارس صيدلة، دارس طب، دارس هندسة، التخصصات كلها دي أنت هتاخد تدريب فيها، لأن هو بيكون مدته 5 شهور وهدفها إنها تساعد الـ الأشخاص من كل دول العالم إن هم ياخدوا تدريب في تخصصاتهم، وإن هم يتعرفوا على أشياء جديدة وزي كده يعني توسيع أفكار للشباب، تمام كده؟ فأنت لو من أي تخصص بتقدر عادي تشترك في الفرصة دي. طيب خلينا نشوف التمويل الخاص بالفرصة دي. أول حاجة التمويل أو المميزات اللي أنت هتاخدها، العمل بأحد هيئات الاتحاد الأوروبي لمدة 5 شهور كاملة. طبعا معروف يعني ايه الاتحاد الاوروبي، فانت لما تاخد تدريب في لمدة 5 شهور وتشتغل معاهم، لانه تدريب وعمل في نفس الوقت، تمام؟ يعني دي حاجة جميلة جدا جدا، انت كده بتقوي من مركزك انك بالفعل اشتغلت في الاتحاد الاوروبي، تمام؟ كمان الحصول على شهادة خبرة بالاعمال التي شاركت بها. كل الاشياء اللي انت تشترك فيها في التدريب في الاتحاد الاوروبي هتاخد بيها شهادة خبرة في الاخر، تمام؟ دي حاجة برضو ممتازة جدا، هتفتح لك ابواب كتيرة قوي. كمان هيكون في راتب شهري قدره حوالي 1200 يورو، هتاخد حضرتك 1200 يورو شهريا. ال 1200 يورو دي عشان توفر منها السكن وتوفر منها المعيشة من وجبات طعام وغيره. وطبعا ال 1200 يورو ده راتب شهري كافي، يعني كافي جدا. 1200 يورو مبلغ كافي طبعا، لان انت لو فكرت فيها السكن بيكون في حدود، ممكن تقدر تاخد سكن ممتاز جدا، تمام؟ زي استوديو او حاجة بتكلف ما بين 250 ل 300 يورو مثلا في الحدود دي، والباقي كله بقى انت هتوفره، تشوف بقى تستخدمه في وجبات الطعام، في احتياجاتك الشخصية، تدخر جزء، يعني كل الاشياء دي تقدر انت تنظمها مع نفسك، تمام؟ كمان هيكون في تغطية تكاليف الطيران، تذاكر الطيران على حساب المنحة، وهيكون الفيزا كمان اللي هي التأشيرة،
بتاعه الدوله بتاعه بلجيكا هتاخدها، تمام، وهيكون في تامين صحي في حاله لا قدر الله حدوث مرض او حادث، هتكون كل تكاليف العلاج على حساب المنحه. كمان التدريب ده هيفتح ليك الباب للحصول على وظيفه في الاتحاد الاوروبي في المستقبل. يعني انت لو شخص اشتغلت كويس واخدت التدريب ده بشكل كويس وكنت جاد معاهم في العمل، ممكن بعد كده انت يفتح لك فرصه وظيفه تنضم هناك معاهم وتكمل معاهم، او حتى يكون وظيفه يعني في البلد نفسها، لان كل حاجه ستيب باي ستيب، انت تبدا الخطوه الاولى بعد كده الخطوات بتتوالى معاك، تمام. كمان هتحصل على خطاب قبول يسهل ليك السفر بسهوله بدون تعقيدات اول حاجه لحساب بنكي، تمام. انت هتاخد لما تتقبل هتاخد خطاب قبول بتروح بيه للسفاره الخاصه ببلجيكا في بلدك، وبتاخد التاشيره بدون اي تعقيدات بدون حساب بنكي، لان بالفعل هم هيوفروا لك راتب شهري، وكمان تذاكر الطيران والتامين الصحي والفيزا هتكون عليهم. وكمان لما هتكون مقيم في بلجيكا هيكون مسموح ليك دخول كل دول الاتحاد الاوروبي بدون تاشيره، تمام كده. فدي طبعا مميزات عديده وكتيره جدا من خلال هذا التدريب. شروط التقديم للمنحه دي، ركز بقى معايا في الشرط ده، ان تكون قد انهيت درجه البكالوريوس على الاقل. يعني الناس اللي بتدرس بكالوريوس حاليا ولسه ما اتخرجتش ما ينفعش ليها التقديم، لازم يا اما انت تكون طالب بتدرس ماجستير او دكتوراه، تمام، او يا اما تكون انت اتخرجت خلاص وما بتدرسش، يعني اتخرجت بس تكون متخرج على الاقل بدرجه البكالوريوس. يعني مثلا واحد يكون معاه ثانويه عامه او بكالوريا ويجي يقول لك انا عايز اقدم، لا، هي متاحه بس المينيمم يكون معاك درجه البكالوريوس على الاقل، تمام كده. فهي متاحه لكل الناس بس لازم يكون على الاقل معاك درجه البكالوريوس في اي تخصص، طبعا مش تخصص معين. الاوراق المطلوبه بقى للتقديم، اول حاجه في ابلكيشن المنحه لازم تملاه بشكل كويس وتحط فيه كافه المعلومات الخاصه بيك، تمام. تاني حاجه يتم كتابه خطاب نيه بشكل احترافي، تكتب موتيفيشن ليتر كده كويس لو عايز تنضم للمنحه دي او الفرصه دي. تالت حاجه السيره الذاتيه السي في بتاعك، وطبعا يفضل ان هو يكون سي في على الطريقه الاوروبيه. هنا عندنا ملاحظه ان المنحه دي لا تحتاج شهاده لغه انجليزيه عند التقديم بيها، مش مطلوب منك بقى لا تقدم تويفل ولا ايلتس ولا اي شهاده لغه، كل اللي عليك انك تجهز بس الاوراق دي وتملى الابلكيشن. كمان المنحه دي ليس بها حد اقصى العمر، هي متاحه لكافه الاعمار، تمام كده. طيب اخر ميعاد للتقديم في المنحه دي او الفرصه دي هو 29 يناير 2021، فطبعا الميعاد مش بعيد قوي، يعني تبدا ان انت تجهز نفسك من دلوقتي وترتب امورك عشان تقدم في الفرصه، تمام. طيب هنا عندنا ملاحظه، طبعا ما تنسوش ان قناتنا قناه منح من كل الالوان بتوفر خدمات اضافيه زي خدمه التقديم بشكل احترافي لاي فرصه ومنحه انت عايزها، يعني لو عايز تقدم من خلالنا على الفرصه دي متاح. خدمه تجهيز الاوراق بشكل احترافي بتستخدمها في التقديم لاي فرصه ومنحه تقدم بنفسك، وخدمه التقديم على الكورسات عشان تزود من فرص قبولك في المنح. ولو عايز اي خدمه من الخدمات دي هتلاقي رابط استمارات كل الخدمات موجوده في صندوق الوصف اسفل الفيديو، وكمان هتلاقيها موجوده في المقاله دي، تمام. هتلاقي هنا استمارات التقديم من خلالنا، وهتلاقي كمان الناس اللي قدمت من خلالنا وارائها عننا، تمام كده. طيب كده شرحنا كافه التفاصيل الخاصه بالمنحه، تعالى دلوقتي بقى نروح للاعلان الرسمي للمنحه اللي فيه كافه التفاصيل اللي احنا قلناها دي، تمام. تعالى نبص كده سريعا عليه، هتلاقي موجود هنا ترين تشيب، تمام، هيظهر معانا كافه التفاصيل. هنا بالنسبه لاخر موعد للتقديم 29 يناير 2021، التفاصيل بداية التدريب امتى، التفاصيل دي كلها هتلاقيها هنا. بالنسبة كمان هتلاقي عندك هنا الاسئلة FAQ، هتلاقي في الاسئلة دي الراتب الشهري اللي هم بيوفروه وكل الاشياء. في الاسئلة دي حضرتك هتلاقي هنا ان مفيش حد اقصى العمر، بيقول لك هنا متاح للجميع الانضمام، مفيش اي مشكلة. هتلاقي كمان هنا الراتب الشهري هيكون 1229.3 يورو شهريا، تمام، عشان تكفي لك احتياجاتك، تمام كده. فطبعا دي الاشياء الخاصه بالمنحه. طيب خلينا دلوقتي نشوف بقى ازاي نقدم للمنحه دي. هتيجي تضغط على كلمه قدم الان دي عشان يفتح معاك ابلكيشن التقديم، تمام. طيب الفورم بتاع التقديم هيفتح معانا زي ما هنشوف دلوقتي، مش معقد، تحاول تمشي مع الخطوات بكل سهوله، تمام. طبعا الموقع اللي هيظهر قدامكم دلوقتي هو موقع خاص بالاتحاد الاوروبي، بيتم التسجيل عليه وبيكون عليه فرص عديده يعني. طيب انت هيفتح معاك الصفحه دي، انت كمستخدم جديد ما عندكش اكونت على الموقع، تعمل ايه؟ تروح تعمل كرييت اكونت، تضغط الاول عشان تعمل بروفايل على الموقع اليوروبيان نيوز بورتال، تمام. طيب هنا مطلوب منك تحط الاسم الاول، اسم العائله، تحط الايميل بتاعك وتعمل كونفيرم للايميل وتحط الكود ده. بعد كده بتضغط على كرييت اكونت وبيوصلك على الايميل بتاعك اللي انت حطيته هنا كود تفعيل، بتفعل
الكود ده وبتفعل الاكونت، وبعد كده بتروح للسكشن لوجن من هنا عشان تحط بقى الايميل بتاعك وتحط الباسورد وتضغط تمام. فهنا بتحط الايميل بتاعك، بتضغط نيكست وبتحط الباسورد، وبعد كده بتدخل للابلكيشن بتاعك. طيب دلوقتي عرفنا ازاي نعمل اكونت على الموقع. طب خلينا دلوقتي نشوف الابلكيشن فيه ايه من جوه وايه المطلوب. هتلاقي الابلكيشن من جوه حضرتك هيظهر معاك بالشكل ده. اول بقى ما انت بتعمل لوجن خلاص انت كده دخلت على الابلكيشن، تبدا تملى كل سيكشن فيه. اول حاجه مطلوب منك اسمك، اسم العائله، الجندر بتاعك تمام، جنسيتك ايه، بتختار الجنسيه، تاريخ ميلادك تمام، المكان اللي اتولدت فيه ودوله الولاده تمام، وبعد كده بتختار سيف وبتخش على السيكشن اللي بعده تمام كده. لما بتخش على السكشن اللي بعده خلاص بيقول لك هل انت متاكد المعلومات اللي حطيتها صحيحه عشان ما ينفعش فيها التغيير، فبتقول له خلاص وبتضغط اكسس للابلكيشن فورم تمام. طيب بعد كده بقى بتخش على الجزئيه دي. الجزئيه دي بقى هو ده الابلكيشن الرئيسي تمام، اللي هو فيه ايه. اول حاجه بيكون مطلوب منك معلوماتك تمام، اللي هي انت قاعد فين دلوقتي، ايه الدوله اللي انت مقيم فيها، عنوانك فين، معلومات التواصل معاك، تحط رقم تليفونك هنا، معلومات التواصل مع شخص مثلا قريب منك، والدك، والدتك، اخوك، صديق ليك، بحيث لو ما عرفوش يتواصلوا معاك مع البيانات اللي انت حاططها هنا يتواصلوا مع الشخص ده. بعد كده بتخش على السكشن اللي بعده، ايديوكيشنال باك جراوند، اللي هي الخلفيه التعليميه بتاعتك بقى. بيقول لك مثلا انت مخلص ايه، الجامعه اللي انت اتخرجت منها، ايه التخصص اللي انت متخرج منه، كل التفاصيل دي بتحطها تمام. لو كذا جامعه، انت متخرج من كذا جامعه، بتحطها طبعا. بتقدر تضيف يعني ايه كذا كذا مرحله دراسيه مش بس واحده. بعد كده البروفيشنال اكسبيرينس، الخبره العمليه بتاعتك طبعا، لو انت عندك شغل حاليا شغال فيه او لو اشتغلت في اعمال سابقه بتضيفها، لو ما عندكش بتسيب السكشن ده فاضي، هو مش الزامي تمام. لو عندك خبره بقى بتحط اسم الوظيفه اللي اشتغلت فيها، دولتك، لو ما عندكش بتسيب الجزئيه دي فاضيه. بعد كده اللانجويجز، اللغات اللي انت بتعرفها، انت بتعرف لغات ايه تمام، موضوع بسيط، بتحط ايه اللغات اللي انت بتعرفها، بتعرف مثلا اللغه الانجليزيه، بتعرف اللغه العربيه، الفرنسيه، وتحدد مستواك في كل لغه من اللغات دي. بعد كده السكيلز، مهاراتك، ايه المهارات اللي عندك يعني بتميزك عن غيرك. بتشوف بقى مثلا انت هنا، انت مثلا بتعرف تتعامل مع يعني الكمبيوتر، الحاجات دي كلها. لو طبعا عندك مهاره من مهارات الكمبيوتر بتحطها تمام، بتحط مثلا كوميونيكيشن اند اورجانيزيشن سكيلز، دي مهارات خاصه بالكمبيوتر، دي مهارات خاصه بالمجتمع والمنظمات، لو انت اشتركت مع منظمات تطوعيه او اشتغلت في اشياء مثل ذلك، بتحط كل الاشياء دي. طبعا اشياء مش الزاميه، هي اختياريه لو انت عندك المميزات دي. بعد كده اخر جزئيه هو الموتيفيشن تمام، اللي هو بقى خطاب النيه. هنا اول حاجه لازم تختار 3 تخصصات انت حابب تنضم فيهم في الفرصه دي. شوف بقى التخصصات المناسبه معاك واختار بحد اقصى 3 رغبات عشان لما تروح تاخد فيهم التدريب. بعد كده هنا في جزئيه الموتيفيشن تمام، بتختار ليه عايز تنضم للمؤسسه دي، وايه الاشياء اللي انت مهتم بيها ايضا، يعني مع الرغبات اللي انت عايز تاخد فيها التدريب، ايه الاشياء او المجالات اللي انت مهتم بيها تبع مفوضيه الاتحاد الاوروبي تمام. بعد كده لما بتكمل كل سيكشن من دول بتروح عند سبميشن وبتضغط عليها، ويبقى انت كده سلمت الابلكيشن بتاعك بنجاح للمنحه تمام كده. فطبعا يعني الدنيا كويسه، بس تحاول انت تنظم كل شيء، تكتب موتيفيشن ليتر كويس، سي في حلو تحطه، كل الاشياء دي تظبطها تمام كده. فطبعا كده شرحنا كل تفاصيل المنحه، وضحنا تمويل، صراحه تمويل خرافي مش هتلاقيه في يعني فرص تدريب تانية، متاحه للجميع بدون حد اقصى العمر. الشرط الوحيد اللي فيها اللي لازم تكون مخلص بكالوريوس على الاقل، وفرصه بتفتح لك ابواب كتير. وما تنسوش اخر ميعاد 29 يناير 2021، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلكم بسهولة من خلال قناتنا. وإن شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق والقبول لكم في المنحة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.